السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت واضح. السلام عليكم. الصوت واضح. إبراهيم ثامر حياكم الله. السلام عليكم. الصوت واضح. أهلا وسهلا حياكم الله جميعا. إبراهيم ثامر الإخوة والأخوات حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله جميعا. الصوت واضح. الحمد لله الحمد لله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالجميع. الله يحفظكم ويطول أعماركم وإن شاء الله يرزقنا وإياكم الدرجات العليا دائما في كل ما تتمنونه في الدنيا والآخرة. تكلمنا في المحاضرة الأولى وكرر يعني أنه الصوت اليوم مثل العادة ما هو بعذر والله، بس أنه ما ودي الناس تستغرب ايش فيه اليوم، لكن شوية تعب. فنحاول إن شاء الله أنه نقدم المعلومة بالشكل اللي يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، كم يرضي تطلعاتكم. وأنتم دائما أقول أنتم سبب نجاح هذه المادة بعد توفيق الله عز وجل، تفاعلكم حماسكم وحرصكم أنه دائما تكونون في يعني قد المسؤولية. ولاحظتم إن شاء الله من حرصكم على الإجابات الصحيحة وتفاعلكم معها. الله يرضى عليكم، يعني فعلا إلقاء المحاضرات عليكم هو شرف كبير بالنسبة لي. الله يجزاكم الجنة. المحاضرة الأولى اليوم اللقاء الخامس تشوناه الساعة 7:30، طرحنا فيه أسئلة كثيرة، طرحنا فيه أسئلة كثيرة وناقشناها وراجعناها. وإحنا دائما طريقة التدريس عندي مثل أعيد وأكرر، المرجع الأساسي واللقاءات المسجلة واللقاءات الحية. الشرائح أو الأسئلة اللي أعطيتكم إياها هنا هي فقط للمساعدة، والحمد لله هي قضية أنه يكون التدريس يعني نعطي معلومات بعدين نحاول نعطي أسئلة عليها، هي قضية أنه نجذب المعلومات ونحاول نختبر قدرتنا على الفهم، ونحاول يكون في نوعية من التفاعل، نبعد عن النوم وعنكم في قضية استلام تلقي المعلومات من خلال هذه المحاضرة. راح نتكلم عن خطة العمل. خطة العمل هي جدا مهمة جدا. لما نقول خطة العمل نقصد فيها إيش؟ نقصد فيها إيش؟ هي بيان تفصيلي، هي بيان تفصيلي لما سيكون عليه من شروع. هذا واجبي يا ثامر، واجبي يا ثامر، واجبي واجبي، هذا واجب علي. يعني ولي شرف انه يعني بما قلت اتكلم معاكم واحاضر عليكم هذه الماده، الماده الجيده، الماده اللي فعلا مشوقه ماده رياده الاعمال. طبعا احنا نتكلم عن عيد وكرر الاخوه والاخوات اللي دخلوا غرفه المحادثه مؤخرا، انه تكلمنا في اللقاء الحي الخامس اليوم الساعه 7:30 عن اسباب فشل المشاريع الصغيره، الصورة الداخلية والخارجية، وناقشناها وتكلمنا عنها وربطناها في المواضيع السابقة وعطينا عليها أسئلة على أساس تفيدكم. وذكر أن دائما المصدر الأساسي المهم هي اللقاءات المسجلة واللقاءات الحية، ما نتكلم فيه الآن من شرائح أو أسئلة، هي مجرد وسائل مساعدة. راح نتكلم الآن عن خطة العمل.
مني سبق انه مارس خطه عمل معينه في مشروع له او قريبه او طلع عليها، نبغى اسمع منكم او تفاعلكم المعهود عنكم يا اخوه اخوات، مني سبق انه طلع على خطه عمل معين لمشروع له او لقريب، نبغى نسمع التفاعل، نبغى نسمع ما ينفع ما نسمع التفاعل، نبغى نشوف التفاعل، وينكم يا المتفاعلين؟ وينكم يا المتفاعلين معانا يا اخوه خطه العمل؟ اي من قد سواها او طلع عليها لمشروع له او لقريب او قرا عنها، نبغى نسمع التفاعل، وينكم يا المتفاعلين؟ وينكم يا اللي تخلوا انتم اللي تخلون الماده جدا يعني فيها عندنا مشاريع غير ربحيه وكان فيها خطه عمل ابراهيم؟ كان فيها خطه عمل؟ ممتاز. وش كانت مكوناتها يا ابراهيم؟ وش كانت مكوناتها؟ بدنا تفيدنا وتفيد زملائك الطلاب والطالبات، ودنا نعرف وش عندكم من خطه العمل يا ابراهيم؟ تفضل. مثلا بالعمل، نعم، دي خطه عمل يكون فيها شيء مخطط لان لمشروع خارج الوظيفه العاديه، او مشروع لك او لقريبك. هل احد طلع منها؟ وين الاخوه والاخوات متفاعلين؟ نعم، اها، لا ما طلعت عليها، تمام، اها، دراسه عن المشروع، نعم ابراهيم، دراسه عن المشروع، ممتاز، اها. طيب هي يقول لك خطة العمل هي بيان تفصيلي لما سيكون عليه المشروع، بمعنى نفصل لك ايش المشروع هذا، ايش بالضبط راح تبدا فيه، ايش الموارد اللي تحتاجها، ايش المدة اللي راح تحتاجها، ايش الناس اللي راح تستهدفهم في مشروعك، هذه كلها يبينها، ايش الصناعه اللي راح يدخل من ضمنها مشروعك، زين ولا لا، هذه كلها تدخل من ضمن ممنوع. عليكم السلام، حياك الله يا سلمان، يا هلا وسهلا. ايش راح بالضبط راح تستفيد منها؟ سلمان، سالت زملائك الان عن قضيه من قد سوى خطه عمل او اطلع عليها لمشروع له او قريب، ما سمعت تفاعل منكم على السؤال هذا. من اطلع كان سوى خطه مشروع المنتجات والخدمات؟ ممتازه يا ايمان، ممتازه يا ابراهيم، هاي سلمان، هل قد سويت او اطلعت على خطه عمل لمشروع لك او لقريب؟ تحليل السوق، ممتاز جدا، ايش التفاعل هذا الرائع، ممتاز. اها، تحليل السوق، تمام، هذه كلها تمام. بس احنا لما تعرفون ليش التخطيط للعمل تسوقه، لانه يساعد على كشف جوانب العمل لم تخضع الى رقابه كافيه. تخطط تعرف ايش بالضبط، تراقب الاشياء الموجوده عندك، تمام، ايضا تبين جوانب القوه والضعف. كان تتذكرون احنا اخذنا، جوانب القوه والضعف والفرص والتهديدات، تتذكرون؟ من يقول نتذكر؟ اي تتذكرون يا كريم، ممتاز. تتذكرون يا رهف؟ يا سلام على التفاعل، يا سلام، ايوه طلع التفاعل، ايوه شجعونا، ممتاز يا ثامر، ممتاز يا ابراهيم، ممتاز. اذا تتذكرون هذه كلها تبين نقاط القوه والضعف عندك والفرص والتهديدات، توضح اطار كامل للعمل. قبل ما اكمل ودي اعطيكم سؤال، من اللي جاهز السؤال؟ أنا كفو. لما أقول لك إنه من العبارات التالية لا يعتبر من فوائد التخطيط العمل. واحد من العبارات التالية لا يعتبر من فوائد التخطيط العمل. طيب سامعيني صح؟ ممتاز، سامعيني صح. طيب هل هو تطوير ودعم نظم المعلومات في المنشأة؟ هل هذا لا يعتبر من فوائد التخطيط للعمل؟ ممتاز، إذا لا الجواب خطأ. هل توضيح نقاط القوة والضعف في المنشأة؟ طبعا لا. هل هو كشف جوانب العمل التي لم تخضع لرقابة كافية؟ طبعا لا. طيب لا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ قصير الأجل. إيه كفو يا نورة، جات نورة الأولى، من جابك؟ هذا الجواب الصح يا سارة، هذا الجواب وين تبغاه؟ أيوه ممتاز، يس يا سلمان، الله يسعدك يا ثامر، الله يسعدك. إذن الجواب الصحيح أي من العبارات الثانية لا تعتبر من الفوائد لتخطيط العمل، أنه لا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ قصير الأجل، الله يسعدكم.
متطلبات التخطيط للعمل انه تكون ايش؟ ممكن اعيد اعيد يا عفاف ان شاء الله اعيد. لما يقول لك اي من العبارات التالية، اي من العبارات التالية لا تعتبر من فوائد التخطيط للعمل؟ هل هو كشف جوانب العمل التي لم تخضع لرقابة كافية؟ طبعا لا. هل هو توضيح نقاط القوة والضعف المنشأة؟ طبعا لا. هل هو تطوير ودعم نظم المعلومات المنشأة؟ طبعا لا. لا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ القصير الأجل. هذا الجوانب، هذا الجهاز الصحيح. إذا أي من العبارات التالية لا تعتبر من فوائد التخطيط للعمل هو أنه لا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ قصير الأجل. الله يسعدكم. العفو هذا واجب، العفو هذا واجب، العفو هذا واجب. تمام، واضح، حلو. طيب متطلبات التخطيط للعمل يقول لك أن تكون الخطة بسيطة، لا بد أنها تكون بسيطة ما هي معقدة حتى يكون فيها وضوح. كل ما كان الشيء بسيط يكون واضح، وكل ما كان واضح يكون إيش؟ يكون دقيق. طيب هل تتوقعون أن الخطة المعقدة، الخطة اللي ما هي بسيطة معقدة بيكون عائدها أكثر؟ لا. أحسنت يا إيمان، أحسنت، أحسنت يا ثامر. لا طبعا، زي مو شرط أنه يكون معقدة، قد يكون معقدة سبب في جلب الخسارة لك. طيب قد يكون الخطة المعقدة سبب في أنها تجلب الخسارة لك. حلو. طيب إذا نقول أن تكون الخطة بسيطة، الشيء الثاني أن تكون الخطة دقيقة، والشيء الثالث إيش؟ الشيء الثالث إيش؟ أن تكون عملية ومفيدة، أن تكون عملية ومفيدة. أن تكون عملية ومفيدة، أن تكون عملية ومفيدة. طيب طيب طبعا الخطة، خطة العمل ممكن ترى أنها تعدل. تمام، يعني أنت الآن لما تسوي خطة العمل أكيد راح تأخذ يسمونها فيدباك، أو لما يشوفوا يطلعون عليها المستفيدين، سواء الموظفين اللي عندك، سواء المستثمرين اللي تشتغل معاهم، سواء المستشارين اللي يكون عندك، أكيد راح يكون يعدلون عليها. لذلك دائما الخطة يقوم عليها أنواع من التعديلات المستمرة كويس عشان تأخذ فيدباك منها. طيب لو جاكم سؤال، جاهزين ولا لا؟ أول شيء مرنة، أحسنتي لمياء، مرنة الخطة، جاهزين ولا لا؟ جاهزين، أبغى جاهزين بالألف، جاهزين ولا لا؟ نعم جاهزين. إيه جاهزين ولا لا؟ ومن يقول الجواب عندي؟ ومن يقول الجواب عندي؟ كفو والله، ممتاز، برافو عليكم. عند وضع خطة عمل للمشروع، عند وضع خطة عمل للمشروع فيجب الالتزام الكامل بها وعدم إدخال أي تعديلات عليها. صح ولا خطأ؟ لا، من قال؟ لا، من قال صح؟ لا لا، احنا قلنا تكون مرنة. إذا الخطأ العبارة دي، إذا نقول من عبارة عند وضع، عيدها، نقول عيدها. أبشر أبشر، نعيدها. عند وضع خطة عمل للمشروع فيجب الالتزام الكامل بها وعدم إدخال أي التعديلات عليها. خطأ ولا صح؟ خطأ خطأ خطأ، ممتاز ممتاز. الإجابة، الإجابة خاطئة، الإجابة خاطئة. أحسنت، يمكن التعديلات، يمكن التعديلات عليها. طيب حدود خطة العمل، يقول لك الخطة لا تغني، لابد انك تعرف انه الخطة لا تغني عن اتخاذ القرار ولكنها تساعد اتخاذه. يعني حتى لو كنت انت صاحب خطة، جبت احد المستشارين وزبطت الخطة لمشروعك الصغير، لكن انت ما تعرف متى تتخذ القرار المناسب، هنا ما راح تساعدك الخطة. متفقين معي؟ متفقين معي ولا لا؟ متفقين معي ولا لا؟ ابغى اسمع. نعم، ممتاز. طيب يقول لك الخطة كمان تتطلب التغيير والتطوير، مثل ما قلنا تكون مرنة، لا تكون عليها الصح والخطأ، صحيح، ليست جامدة أو ثابتة، يعني ممكن على تدخل عليها تغييرات، أوكي. وكمان أنها تعتمد على خبرة واضعيها والمشرفين على إيش؟ على تنفيذها، والمشرفين على
والمشرفين على إيش؟ على تنفيذها. مجهز لكم أنا بعض الأسئلة على خطة العمل. تسمعونها؟ تبون سؤال على الطاير؟ تبون سؤال على الطاير؟ ما شاء الله يا حبكم من الأسئلة يا حبكم، بس هذا يدل على مثل ما قلت حبكم من الأسئلة، تبون تطبقون اللي درستوه وتكونون فعلا المعلومة راسخة راسخة في ذهنكم، المعلومة تكون راسخة في ذهنكم. تمام؟ جاهزين؟ لا والله أحييكم على يعني طلبكم الأسئلة التجريبية هذه على أساس أنكم ترسخ المعلومة، والأشياء اللي نقولها تكون فعلا كويس. جاهزين يا أحمد؟ كفو والله يا أحمد، برافو عليك. طب لما نقول كتابة خطة العمل للمشروع، كتابة خطة العمل للمشروع هي بمثابة عصا سحرية لحل المشكلات، صح؟ لا يا لا مو صح، لا تري مو صح، لا يا أحلام مو صح. احنا قلنا ايش اذا كان بعض الاشياء لا ولا مي عصا سحرية، هي مساعدة لك، تذكرون الشريح اللي قدامكم هي مساعدة. اذا الجواب خطأ، الجواب مين؟ الجواب خطأ. اعيد عليكم السؤال، ابشروا. لما نقول كتابة خطة العمل للمشروع الصغير هي بمثابة عصا سحرية لحل المشكلات، عبارة صح ولا خطأ؟ خطأ، ممتاز، الله يسعدكم الله يسعدكم. طب خذ السؤال هذا. وعليكم السلام، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي جاء متأخر ترى في أسئلة مهمة قلناها في اللقاء السادس هذا. وعليكم السلام ورحمة الله، أبشر يا ثامر. شو تكلمنا برضو عن تكلمنا عن الخطة عن فوائدها. يقول لك أي من العبارات التالية، هذه بعيدها برضو، بعيدها للناس اللي جو متأخر. أي من العبارات التالية تنطبق على فوائد التخطيط، على فوائد التخطيط للعمل؟ أي من العبارات التالية تنطبق على فوائد التخطيط للعمل بالنسبة للمشروع الصغير؟ طيب، يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار وتنبؤ قصير الأجل. لا وجود لخطة متكاملة تسهل. لا يا إيمان، اصبر يا إيمان، اصبر يا ثامر، اصبر 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 اصبر، ركزوا في السؤال، أعيد السؤال. أيوة يسرى، تمام. يقول أي من العبارات التالية تنطبق على فوائد التخطيط للعمل بالنسبة للمشروع الصغير؟ لا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار قصير الأجل، لا يساعد على كشف جوانب العمل التي لم تخضع لرقابة كافية، لا وجود لخطة متكاملة تسهل على الشركة الحصول على تمويل خارجي، ولا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ قصير الأجل. يوفر، أيوة ممتاز، يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ قصير الأجل. أعيد عليكم، نعيد، أبشر. أي من العبارات التالية تنطبق على فوائد التخطيط للعمل بالنسبة للمشروع الصغير؟ لا يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار قصير الأجل، لا يساعد على كشف جوانب العمل التي لم تخضع لرقابة كافية، لا وجود لخطة متكاملة تسهل على الشركة الحصول على تمويل خارجي. الجواب الصحيح هو يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ القرار والتنبؤ القصير الأجل. واضحة؟ واضحة، الله يسعدكم، الله يسعدكم. أكرر أسفي، أنا جدا يعني تعبان والأمور ما هي كويسة، أكرر أسفي في عدم اتساع المعرفة والتي تستحقون أكثر. طيب، شر ما يجيكم، جزاكم الله خير. قلنا متطلبات التخطيط العمل عرفناها، تكلمنا عنها. شدود خطة العمل عرفناها، كيف تكتبها؟ الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. كتابة خطة العمل يقول لك لازم انه تكون لا تكون مطولة، صح؟ ولا يكون يعني تكون مسهب فيها بس ما تكون مطولة. تجنب الروابط اللغوية واستخدام الجمل القصيرة، وانها تكون سليمة لغوية، تكون بسيطة وسليمة لغوية. هذه من لغة خطة العمل، تمام؟ هذه في قضية لغة خطة
العمل. طيب هذه من لغة خطة العمل، الله يسعدكم. حلو، في قضية خطة العمل هذه قلنا صفاتها تكون قصيرة وبسيطة، سهلة الفهم، تستخدم المصطلحات البيانية. في عناصر الخطة، أحد سبق سوى ملخص تنفيذي عن خطة، أحد منكم قد سوى؟ أحد منكم يا أخوة أخوات قد سوى من قبل؟ لا؟ أوكي، أحد قد سوى؟ أو مارس أو كذا أو اطلع على ملخص تنفيذي الخطة؟ أها، طبعا الملخص التنفيذي يا أخوة أخوات مرة مهم، مرة مهم، مهم جدا جدا. إبراهيم سويت؟ وين يا إبراهيم؟ كيف سويته؟ كيف شفته أو طلعت عليه؟ علمنا يا إبراهيم. طلعت عليه، ممتاز. الملخص التنفيذي يكون في اول الخطه ولا اخرها؟ من يقول لي؟ اولها، ممتاز. اول خطه من تبقينا، ابغى اسمع، ابغى اسمع، ابغى اسمع، ابغى اسمع. وين الحماس؟ وين راح اول خطه؟ طيب متى نكتبه؟ في اول شيء ولا اخر شيء؟ لا يا نوره، يكون في اول شيء، لكن متى نكتبه؟ نكتبه في اخر شيء ونحطه في اول شيء. احنا نكتبه لما نخلص من الخطه كلها. ايوه ممتاز، نحطها في أول شيء. طيب، طيب جاهزين السؤال؟ طيب جاهزين السؤال ولا لا؟ أبغى أسمع. إيه أبغى أسمع، جاهزين، ممتاز. طيب من العناصر اللي تتضمنها خطة عمل المشروع، نبذة عن الديون ولا نبذة عن الشركاء السابقين ولا المشاكل السابقة ولا الملخص التنفيذي؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ممتاز 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 جدا، الله يسعدكم، ممتاز جدا، ممتاز جدا، الله يسعدكم، ممتاز. في قضية أيضا من عناصر الخطة قلنا ملخص التنفيذي يكون في مبدأ عن الشركة، تحليل المنتجات والخدمات، تحللها تعرف المنتجات اللي راح تركز عليها، إيش الخدمة اللي راح تركز عليها تقدمها. والله يا شفاء أنت كنت عيد يا سارة، أنا والله تعبان، بس لو ترجعون للقاء تلقونها بإذن الله عز وجل، تلقون بإذن الله عز وجل. أنا أعتذر لكني والله الصوت عندي رايح وخاف أعيده أتعب زيادة، لكن مدامكم مصرين كذا واحد أعيد، أعيد أعيد السؤال، أعيد أبشر. يقول لك من العناصر اللي تتضمنها خطة العمل للمشروع، هل هي المشاكل السابقة؟ هل هي نبدأ عن الديون؟ هل هي نبدأ عن الشركاء السابقين ولا الملخص التنفيذي؟ هذا اللي عدت السؤال اللي قلته يعني. أيوة ممتاز، هذا السؤال اللي قلته، تمام كذا، عدت لكم الآن وهو موجود في اللقاء المسجل. احنا قلنا من العناصر الملخص التنفيذي تكتبه في اخر شيء، لكن هو يوضع في اول الخطه، هذا اتفقنا عليه، يكتب في اخر شيء، لانك لما تخلص عناصر الخطه كلها تسوي ملخص وتحطه اول شيء، هو اللي يبان. ومن اهميه الملخص التنفيذي يا اخوه الاخوات انه هو اللي يجذب الناس للمستثمرين معك. المستثمر مو فاضي، ما عنده وقت، يعني ما عنده وقت يقرا كل الخطه، فعلى طول يتجه لوين؟ المستثمر يتجه لوين؟ ردوا علي، يتجه لوين؟ عشان يعرف وش أنت، للملخص. أحسنت، للملخص، يروح يقرأ الملخص، تحاول أنك تعتني بالملخص
اعتناء كامل، تعتني بالملخص اعتناء كامل، وبالتالي يتضح على قضية انه يكون هو الاساس في قضية عرض الاشياء الاخرى الموجودة في الخطة. هنا تحليل المنتجات، يحللها، يحلل السوق، يشوف الخطة الاستراتيجية التسويقية والتحليل المائي، ونبدأ عن فريق العمل، اللي معه. في قضية لما تخلص من الأشياء هذه، أنتم معي يا أخوة الخوات؟ معي ماشيين صح معي؟ تمام، في حلو إلى الآن، مية مية، الأمور واضحة يا أخوة الخوات؟ الأمور واضحة مية مية، الحمد لله. طيب، في قضية الآن لما يخلص من العناصر الخطة هذه، الله يسعدك سلمان. في قضية الآن يروح كيف يسويها للمستثمرين، يقدم خطة كاملة يسويها بالترتيب المذكور. نعم أحمد، الأفضل بتكون، نعم بتكون بالترتيب يا أحمد، سؤالك هذه تكون بالترتيب. نعم يا أحمد تكون بالترتيب. نعم، وضحت يا أحمد الجواب؟ تكون بالترتيب. الله يسعدك، ممتاز، لا شكر على واجب يا أحمد. في تقديم خطة العمل للمستثمرين، تراعي ان الوقت يكون مكتوب عندك من 20 إلى 30 دقيقة، ما يتعدى على اساس ما يكون فيها ملل، والشرح ما تكون مطولة، يوضح الفوائد المتوقعة من قضية خطة العمل، وما يكون في تفصيل كثير. دائما تحاول تكون مركز على الأشياء اللي تفيد المستثمر، تركز على إيش؟ على الأشياء اللي تفيد المستثمر، ما تحاول إنك والله تسهب في المعلومات الطويلة. لا، دائما المستثمر يحتاج إنك تكون مركز معاه، وتكون الأشياء يعني في to the point يسمونها، في الأشياء المهمة، تمام، وتكون دائما مستعد إنك ترد على التفاصيل. دائما في وضع الخطة لابد يكون الأشخاص اللي يضعونها عندهم قدرة إدارية، متمرسين في هذا الشيء، تميل إلى وصف المنتجات ولا وصف الجانب المالي في آن معا، يحاول يبين الأشياء المالية والمنتجات المالية، لا تركز على المعلومات، طبعا تكون واقعي، ما تكون، طبعا تكون متفائل، بس ما تكون متفائل بشكل مكروه، ما تكون متفائل بشكل مكروه. طبعا شو اسمه، إذا سمحتوا لي بس شوي إنه أعيد في أشياء تطرقنا لها، إذا كان تسمحوا لي الآن بس بقولها، بس يمكن أقولها بصوت منخفض، أبعيد بعض الأشياء اللي قلناها في المحاضرتين هذه من ناحية الأسئلة اللي هي أتوقع أنها مهمة، يعني كمراجعة لكم الأشياء اللي خدناها اليوم. احنا تكلمنا عن الاشياء الشموليه في الرؤيه، صحيح، شموليه المعايير هي المميزات والصفات، لا، المعايير هي الاسس اللي انت تمشين عليها، ما هي صفات، معايير اسس تمشين عليها، تمام، ما هي صفات المعايير، حلو، ولا هي المميزات، هي معايير، لما اقول لكم معيار اساس تقوم عليه، بعض الناس قد يسمونها مميز، قد يسمونها صفات، لكن انا بالنسبه لي المعايير أنا أسميها أسس تقوم أنت تقيس نفسك عليها على أساس أنك تعرف أشياء معينة أو متطلبات. نعم، المعايير هي متطلبات الفنية. نعم. طيب، من الخصائص المميزة، بعيد بعض الأسئلة اللي قلناها اليوم يمكن يستفيدون منها يعني على أساس نراجع فيها وتكون أشياء مهمة. إحنا قلنا في قضية إنه في شيء اسمه شمولية الرأي. لا، الأشياء اللي قلتها يا رهف اللي بالترتيب، اللي عناصر خطة العمل، خطة العمل يا رهف اللي هي هذه، أوريك إياها، هذه تمام، حتى خطة العمل للمستثمرين هذه، لا هذه كيف نقدمها، لكن وضحت يا رهف خطوات هذه، تمام، عناصر الخطة، تمام يا عبير، هذه خطوات العناصر، تمام، حلو، تمام، مية مية، ماشيين صح معي؟
تمام. خلينا نقول ان قلنا اليوم تكلمنا عن شمولية الرؤية، نراجعها ان يقصد فيها ان رائد الاعمال هو ايش لما نقول عنده شمولية، انه يغطي كافة جوانب. نكمل، يغطي عندما اقول شمولية الرؤية من خصائص ريادة الاعمال، ممتاز، يغطي كافة جوانب المشروع. طيب انه من العبارة، احنا قلنا كذا عبارة على اساس انها تنطبق على رائد الاعمال او لا، انه هل هو عالم ومخترع؟ طبعا لا، رائد الاعمال ليس عالم ومخترع. هل هو وسيط بين البائع والمشتري؟ لا. هل هو وسيط بين المنافسين والموردين؟ لا. هل هو عامل للتغيير في البيئة؟ احسنتم احسنتم. طيب احنا قلنا من العوامل الداعمة لظهور رواد الاعمال، هل هو تحول نحو الاقتصاد الزراعي؟ هل هو تزايد اعداد كبار السن في المجتمع، اعداد كبار السن في المجتمع؟ لا. هل هو سهولة الحصول على الربح؟ لا. هل الحياة المستقلة من العوامل الداعمة للرغبة في الحياة المستقلة؟ نعم، أحسنتم، الله يسعدكم، ممتاز جدا. طيب من صفات رواد الأعمال وضوح الهدف، صح ولا لا؟ عندهم الهدف واضح. طيب وش نقصد فيه الهدف الواضح؟ علموني وش نقصد فيه. يلا قلنا احتاج نفس السؤال اللي قبل، نقصد فيه الهدف الواضح اللي عند رواد الأعمال؟ أيوة، الثقة بالنفس والمثابرة في ملاحقة الهدف. أحسنتم، ثقة بالنفس والمثابرة في ملاحقة الهدف، هذا سؤال قلنا ونعيده. تمام. إذن من صفات رواد الأعمال وضوح الهدف، ويقصد فيها أنهم لا يسعون لتحقيق طموحاتهم، صح ولا خطأ؟ لا يسعون لتحقيق طموحاتهم، خطأ. لا صح، رهف خطأ. لا رهف انتبهي، أنت قلتي صح يا رهف. لا أنا قلت لا يسعون لتحقيق طموحاتهم، معاني رهف؟ هذا خطأ. وضوح الهدف يقصد فيه أنهم يمتلكون الثقة بالنفس. تمام تمام، وأنا كسلمان يسعون، ممتاز ممتاز. طيب ماذا يقصد بنظرية الجذب والدفع؟ يلا يا سلمان، نظرية الجذب والدفع ماذا يقصد فيها؟ أن هل يقصد فيها أن رائد الأعمال شخص ثري؟ الجذب والدفع، هل يقصد فيها أن الطفل اللي ينحدر من أسرة تمارس ريادة الأعمال يصبح رائد أعمال؟ طيب هل يقصد فيها أن سلوك رائد الأعمال يحدث بسبب عوامل إيجابية وسلبية؟ أيوة أيوة، آخر شيء قلت أيوة. لا لا عبير، لا انتبهي انتبهي يا، لا 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 لا، أنا قلت يقصد بنظرية الجذب والدفع هو الخيار الأخير، أن سلوك رائد الأعمال يحدث بسبب عوامل إيجابية أو سلبية. ايوه يا سلمان، برافو عليك، برافو عليك يا سلمان. وين ابراهيم؟ وين ثامر؟ وين الشباب؟ تمام. أي طيب يا شباب، أعطوني سبب من الأسباب التالية أو عبارة، بقول لكم عبارة وعلموني 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 إن هي صح ولا خطأ، أو مش هي إنها، هل تنتمي للإبداع من إحنا في الإبداع ولا الأعمال؟ أي من العبارات التالية، أي من العبارات التالية تدل على أن قائلها شخص يتصف بأنه مقاوم للإبداع؟ معي معي جاهزين السؤال ولا أبغى أسمع؟ جاهزين ولا لا؟ معك ولا لا؟ إيه ولا لا؟ أبغيك، وين الألفات هذيك؟ جاهزين معي؟ وين الناس؟ طيب أي من العبارات التالية، لا أبيك جاهزين مرة، مو بجاهزين بس كده، جاهزين مرة، ممتاز 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 يا ثامر. أي من العبارات الذات التالية تدل على أن قائلها شخص يتصف بأنه مقاوم بالإبداع؟
أي من العبارات التالية تدل على أن قائلها شخص يتصف بأنه مقاوم للإبداع؟ أي من العبارات التالية تدل على أن قائلها شخص يتصف بأنه مقاوم للإبداع؟ أطمح للأفضل؟ هل هذه عبارة؟ إيه نعم، أطمح للأفضل؟ لا، طبعا لا. أحيانا أعبر عن آراء تزعج الناس، هل هذا مقاوم للإبداع؟ تمام. أستطيع التخلي عن الكسب السريع والراحة من أجل الوصول إلى أهدافي، هل هذا شخص مقاوم للإبداع؟ أيوة، برافو عليكم. أكره الغمور الأمور الغامضة وغير المتوقعة، أيوة هذا الشخص المقاوم للإبداع، لأنه يكره وشو؟ يكره الأمور الغامضة وغير المتوقعة. طيب، في عندكم كثير أفكار لقضية إنشاء المشروع الصغير، في يعني أفكار أو مصادر لأفكار لإنشاء المشروع الصغير، هل هي النمو؟ طيب، هل هي المراقبة؟ هل هي الهبوط؟ هل هي التقليد والمحاكاة مع التميز؟ إذن التقليد والمحاكاة مع التميز هي مصدر من مصادر الأفكار لإنشاء المشروع الصغير. يا سلام يا سلام يا سلام. تذكرون يوم خذنا الطرق النوعية والوصفية في التعرف على المنشآت؟ تذكرونها؟ من يقول إيه تتذكر؟ من يقول يا سلام إبراهيم، يا سلام يا تامر، من يقول أتذكر الطرق النوعية؟ يا سلام يا سلمان، تذكرون؟ طب خذ السؤال هذا على الطاير، تبون السؤال على الطاير؟ تبون؟ من يقول إيه نبي؟ من يقول إيه؟ إيه من يقول عندي؟ إيه كفو كفو. أها طيب، خذ السؤال هذا من الطرق النوعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي جاء متأخر فرقنا أشياء مهمة، ارجعوا للمحاضرة الله يسعدكم تسجيل. من الطرق النوعية أو الوصفية في التعرف على المنشأة الصغيرة. جاهزين؟ اسم أبغى كلمة جاهزين. إيه ممتاز يا تامر. من الطرق النوعية أو الوصفية في التعرف على المنشأة الصغيرة، هل هو حجم الأصول؟ هل هو عدد العمال؟ هل هو العمل في منطقة محلية؟ أيوة، العمل في منطقة محلية هو من الطرق النوعية أو الوصفية في التعرف على إيش؟ على المنشأة الصغيرة. ممتاز ممتاز. تتذكرون ايش قلنا عن التضخم والبطالة؟ سبب ايش؟ من الاسباب ايش؟ من الاسباب ايش؟ الامور الخارجية. من الاسباب الخارجية. من الاسباب الخارجية. ممتاز. طبعا اليوم بس بقول لكم مش تكلمنا عنه. اليوم تكلمنا عن تقديم خطط العمل للمستثمرين ومعاييرها، تتذكرون صحيح؟ ابشر بكثر اسئله، الاسئله كثر والله، كل ما كثرنا معلومات حط اسئله عليكم والله. ابشروا ان شاء الله ما يصير خاطركم الا طيب باذن الله، انا معكم والله باذن الله، اللي يفيدكم بكون في باذن الله. اذا تاخذون المعلومه الصحيحه الاسئله نطبق فيها المعلومات اللي اخذناها. لجومز شمولية الرؤية، احنا قلنا انه بس بعيدة، هذا اخر مرة عيد اني صراحة تعبان شوي، بس بعيدة انه طلب مني اعادة شمولية الرؤية. احنا قلنا انه شمولية الرؤية عند رائد الاعمال هي خاصية، وهي تعنى ويقصد فيها انه يغطى كافة جوانب المشروع، الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية. تمام تمام. اللي سأل عن شمولية الرؤية الحمد لله. احنا اخذنا معايير الخطه اليوم، واخذنا تقديم خطه العمل للمستثمرين،
وعناصر الخطة وصفات خطة العمل الجيدة، كيفية كتابة خطة العمل، حدود خطة العمل ومتطلباتها، ولماذا التخطيط للعمل، وما هي خطة العمل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واسمع، وخذنا قضية المشاريع الصغيرة والمشاكل وأسباب تجنب الفشل، هذه كلها أخذناها، صحيح؟ ممتاز، ممتاز جدا. سرع اللقاء، والله بلا أنتم اللي تحمسون والله، يعني بس أنا أكرر، والله اليوم كان ودي يعني يكون فيه يعني شيء أكثر، لكن والله مثل ما قلت التعب ودي، ولا كان والله يعني الله يجزاكم الجنة، هذا من طيبكم، ما صار من اللقاء هذا يعني متحمس إلا بوجودكم والله، أنتم اللي تحمسون، أنتم اللي تشاركون، أنتم اللي تحاولوا تجاوبون، فالله يسعدكم أنتم يعني، ولا حنا يعني ما بدون يعني توفيق الله ثم حماسكم ولا شيء والله. انتم اللي تحمسون والله، انتم وجودكم ومشاركتكم معي هو اللي يحمس والله، انتم الخير والبركة، الله يسعدكم، انتم الخير والبركة. طيب، وتكلمنا عن اسباب فشل المشروعات، تذكرون الاسباب الداخلية والخارجية والرسمي وغير الرسمي ونجاحها والجهات، هذه كلها تكلمنا عنها اليوم، بدنا من النجاح والفشل كانت تذكرون مرورا بالاسباب الداخليه والمشاكل الخارجيه والعوامل الشخصيه والبيئيه، واعطيناكم اسئله مراجعه وخطط العمل، هذه كلها تحدثنا فيها اليوم. ابدا اللي ما حضر بدري ما فات شيء مسجل موجود باذن الله عز وجل، تلقونه باذن الله عز وجل، ابدا ما في شيء يقهر، كل الاشياء موجوده وكلها باذن الله عز وجل متاحه لكم. اي والله يا ليت ترجع، يعني اللي كتب معي كويس، اللي يبغى يكتب معي، بس الحضور اللقاءات فعلا ممتازه لكم، انا اشوف يعني اللي يريحكم، لكن اللقاء المسجل مثل ما قلت المصدر الاساسي هو دائما المحاضرات المسجله واللقاءات الحيه، الاسئله المساعده هنا او الشرائح اشياء مساعده، انا عارف عشان الوقت، لكن انا اقول يعني رجوعكم لها مهم، اللي مره معي منتبه مركز فالامر لكم والله، لكن المصدر الاساسي دائما في الماده هي اللقاءات المسجله وهي اللقاءات الحية، الشرائح أو الأسئلة هي جوانب مساعدة، الله يسعدكم. طيب بس أنا الله يرضى عليكم، الصوت واضح هي تمام، مثل ما قلت عيد وكرر، اللقاءات المسجلة واللقاءات الحية مهمة، أنا قلت أقول لكم مصدر الأساسي دائما، والله يوفقكم يا رب إن شاء الله، إحنا نحاول نقول في اللقاءات الحية كل شيء والله، ونحاول نعطيكم المعلومات المطلوبة ونحاول نطبق عليها أسئلة على أساس كلكم تطلعون وأنتم مستفيدين والمعلومة كلها عندكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الدرجات العليا في الدارين وتستاهلون في الخير وسامحونا على القصور إذا صار منا قصور، الله يرضى عليكم. يا ليت الان اطلب منكم يا شباب نشوفكم الاسبوع القادم باذن الله، اطلب منكم بعد اذنكم المغادره، الله يسعدكم، الشكر لله ثم لكم انتم وحماسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله، الشكر لله ما سويت شيء، الله يسلمكم من كل شر ومكروه، اراكم الاسبوع القادم، بس استاذنكم يا شباب انكم تطلعون مغادره، اطلب من الأخوة والأخوات المغادرة الله يسعدكم يحفظك يا رب، المغادرة الله يسعدكم أستأذنكم أنكم تغادرون، الله يسعدكم يا شباب، اللي ما غادر يغادر الله يسعدكم مهر عبد الكريم وإبراهيم وأحمد وإيمان الغامدي، الله يسعدكم، استأذن اللي ما غادر يغادر، الله يسعدكم، إيمان ومها آخر اثنين معي لازم، الله يسعدكم، استأذنكم بالمغادرة
منها آخر واحدة لو سمحتي، المغادرة الله يسعدكم، المغادرة الله يسعدكم، المغادرة. المغادرة يا مها الله يسعدكم، اللي ما غادر يغادر الله يسعدكم.